دائماً إحنا رح نستمر أكيد مع زميلنا أحمد أبو حماد، لكن قبل أي شيء تاني إحنا كنا اليوم عم نحكي عن من بداية الحلقة عن الطاقة الإيجابية وعن الأفكار الإيجابية وقديش هذا الإشي بيأثر فينا وبيأثر على طبعنا. لكن تخيلوا أنه إحنا بيتنا هو المكان اللي إحنا بنطلع منه، بنبلش نهارنا منه، بيتنا هو المكان اللي تجتمع العائلة فيه، فيعني هو مصدر طاقتنا، هو مصدر إلهامنا، هو مصدر التفاؤل اللي ممكن يكون عند كل واحد فينا. لكن يا جماعة الخير أنا عم بشوف مؤخرا كثير في ناس عم بينسوا موضوع التصميم الداخلي للبيت. شو بيصير؟ كل واحد على راسه، والله أنا شفت لك هذه الصورة على النت، بقوم بنزل هاي الصورة بقول لك خلص أنا والمهندس متفقين ومنشتغل كل البيت لحالنا. بنسوا أنه في حدا درس 5 سنين تصميم داخلي وانتيرير ديزاين ودخل بهذا الطابق كامل. فبنشوف أنه الواحد بدخل بأغلاط وبعديها بيرجع لهالمصمم داخلي بقول له يلا رجع يا معلم الأشياء اللي إحنا عملناها. يعني هاي المشكلة الكبيرة اللي بتواجهنا اليوم. معنا أكيد مصممة التصميم الداخلي والديكور شروق توفيق. صباح الخير. صباح النور. يعني صح اللي حكيته ولا لا؟ 100%. يعني الواحد بيمرق بهاي المشكلة بشكل كتير كبير، صح؟ أي حدا بيعمل ديزاين بكون عنده شغف للقصة، كتير بيفكر فيها، كتير بكون عنده أفكار، عنده مشاعر بحب يحطها بهذا الديزاين، بالآخر بتفاجأ أنه هذا الديزاين اللي أنا عم بفكر فيه ما عم بيطابق الواقع. فاللي عم بصير إحنا يعني هون صار في خلل بين يا اختيار بكون باختيار المصمم نفسه يا باختيار نوع التصميم. كيف باختيار المصمم نفسه؟ يعني هاي جملة جد مهمة. بس ليه اختيار التصميم؟ إنك اختيار المصمم، اختيار ديزاينر، أول إشي لازم أنت تختار الديزاينر اللي بريحك، لازم يكون في ثقة بينك وبينه، أنت تقدري تحكي مشاعرك، تحكي أحاسيسك، تحكي النيدز تاعتك، لحتى هو يوصل للتصميم اللي بداخلك ويكون قابل للتنفيذ. طب أنا سؤالي لإلك شروق، يعني مثلا كثير ناس بقول لك أنا ما بحب الشيء التقليدي، أنا بحب أكون مودرن أو بحب يكون عندي يعني هذا التاتش أو الشعور إنه بيتي مش كلاسيكي. هلا يعني بحس كمان في ناس عندهم يا إما مودرن يا إما كلاسيكي، هل في إشي تاني بيناتهم؟ هل في أكتر من نوع؟ طبعا في أنواع كتير، أنواع الديزاين لا تعد ولا تحصى يعني. أوكي. بس كلياتها في فروقات بسيطة بيناتهم. هلا في إحنا في مسميات للتصميم. هلا إذا ما كان عندك علم دقيق باسم التصميم نفسه، توجه للمصمم نفسه، قل له، احكي له، اوصف له، اشرح له مشاعرك، اشرح له النيد ستاتك، بس ما تعطيه مسمى، لانه ممكن انت تعطيه بطريقه غلط فهو ياخده بالطريقه اللي انت حكيت له اياها ويطبقه ويطلع مش زي ما انت بدك. تمام. طب خلينا نشوف يعني الصور اللي موجوده عندنا. yes. ونشوف كل واحد ايش هدول. هدول كلاسيك، بس ايش الفرق بيناتهم؟ اوكي. هلا في عندك الكلاسيك الفرنسي. اوكي. عندك الكلاسيك البريطاني وعندك الكلاسيك الايطالي. هلا في فروقات بسيطه. هلا اوكي، هلا الكلاسيك له انواع كثير، انا اللي عم اشرحهم بطريقه كثير مبسطه اللي توصل للناس، اللي يقدر اول ما يشوف التصميم اول ما يعرف ايش هو اللي بده اياه، التصميم اللي جوا. حلو. هلا عندك التصميم الفرنسي اللي هو بياخذ الالوان الفاتحه اللي فيه تدرج باللون نفسه، بيكون في حفر، في زخرفه، الباترن في كل كلاسيك لازم يكون في باترن. هلا اوكي بيختلف الباترن من نوع لنوع، بس انا لشخص عادي عم بحكي انك انت كيف تعرف انك الستايل الفرنسي من البريطاني من الالوان؟ اذا الالوان فاتحه وكان مستخدم الالوان الفاتحه، الابيض، الازرق، التاتش الذهبي البسيط، الحفر الاقل من البريطاني، هذا معناها هو الستايل الفرنسي البريطاني اللي فيه التحفير بالضبط، والالوان الغامقه بيستخدموا الخشب كثير، الكلادينج الخشب الكثير، الحفر فيه كثير. فاذا بتشوف الصور انت اصلا اوريدي، هي انا مختار الصور اللي الفروقات بيناتهم واضحه، ايش هذا الديزاين وايش هذا الديزاين. اوكي. لما بدي اقول ايطالي، ايطالي اوكي في انواع نفس ما بتفرقيهمش كثير عن الفرنسي والبريطاني، بس بدخل فيهم الطبيعه، يعني بتلاقي التايجر، بتلاقي الفابريك تبع
الخروف بالضبط، التمساح، الجلد الحية، بتلاقي هاي الأشياء أي موجودة. أي جلد حيوانات بكون موجود فيه؟ مزبوط مزبوط. أوكي. يعني تمام. بتلاقي فيه، إلا تلاقي فيه تاتش زي هيك اللي هو كافالي بنقول له. تمام. هلأ سؤالي لإلك، هدول الأشياء مثلا الناس بتقدر تخلط بيناتهم؟ مثلا إذا حدا إجا عندك بقول لك أنا بدي ديزاين كلاسيك، بتقدر تحطي له شوية فرنسي مع إيطالي مثلا، نقدر ندمج ولا صعب؟ بصير نوع ثاني. بصير نوع ثاني؟ بصير نوع ثاني. لا أوكي، هذا الكلاسيك. هلأ ننتقل للمودرن. تلتزمي بعناصره. اوكي. لما انت بتدمجي بصفي نوع ثاني دايناميك مثلا، ممكن نقول يعني انه بكون في بتاخذ قديم جديد قديم جديد كذا. طيب اذا انتقلنا على المودرن مثلا. لا ممكن ان المودرن هذا احنا عندنا مشكله. انت عندك مشكله. المودرن هو اصلا مش مودرن. هاي المشكله. المودرن هي ككلمه مودرن انه هو حديث، بس الحديث عندنا هو اصلا كستايل، هو اصلا كان باواخر القرن 19 بدايه القرن العشرين. هو هذا الستايل كان بهذاك الوقت. هو ايش بتميز؟ هم كانوا يستخدموا قبل هذا الديزاين، كانوا يستخدموا الزخارف وكان في عناصر كثير موجوده بالديزاين. هلا احنا بنشوف هيك اشياء، هذا الحديث والمعاصر. بالضبط، هذا الفرق بيناتهم. المعاصر اللي هو احنا هلا اللي هو مودرن بسموه هلا. المودرن لا، هو نوع من انواع الستايل تقدري تستخدمه، كان في زمن معين بنستخدمه هلا في الزمن الحديث. اوكي اوكي بتستخدميه، بس هو كمسمى مش هلا، مش هو مش الستايل الترند هلا يعني. تمام. اوكي طيب كيف يعني ايش الاشياء اللي بتميز المودرن؟ بتميزهم هلا المودرن اللي هو بكون الستريت كات، بيستخدموا بجردوا القطعه، بتكون تحسي انه الاشياء مجرده اكثر، سمبل اكثر، الوان خفيفه، عناصر قليله في الديزاين، هذا هو المودرن. هلا المعاصر بكون في عناصر اكثر، اذا انت شايف تكون فيه جلوسي، فيه القطعه بتكون فيها ابتكار اكثر. وول بيبر او ورق جدران كمان بحس كمان صار كثير يدخل بالتصاميم الجديده. طبعا اكيد حتى بالمودرن بدخل، بس بكون بطريقه سمبل اكثر. بالمعاصر لا، ممكن انه يكون في حركات، ممكن يكون في ابتكار، بكون كل قطعه بكون فيها ابتكار بالمعاصر. هذا هو اللي هي هلا احنا عايشينه، هذا هو المودرن. طيب. المعاصر الكونتمبرري. الكونتمبرري اللي هو المعاصر اللي هو موجود هلا. بالضبط. طيب سؤالي لك مثلا، احنا بنشوف في ناس مثلا ما عم تلتزم ب شيء معين او تاتش معينه، يعني بتدخلي مثلا على غرفه السفره بتكون غير عن الليفنج روم او غرفه المعيشه، غير عن غرفه الضيوف، بتحسي بكل منطقه في روح مختلفه، كانه كل واحد اشتغل هذا البيت لحاله. فهل هذا الشيء له عندكم تفسير او له دخل، او انتم بتساعدوا بهذا الشيء انه مثلا كل بارت من البيت يكون مختلف عن الثاني؟ هلا انا برايي لا، انه لازم يكون البيت كلياته على نغمه واحده. لانه انت اول ما تحسي، اول ما تدخلي البيت لازم يكون كل احساسك انه انت ماشيه في البيت خطوه خطوه، لازم يكون في تناغم، في تناسق، حتى لو كانت الافكار مختلفه، لانه الليفنج روم غير الدايننج روم، كل وحده لها ستايل معين، بس بالاخر انت لازم تحسي بوحده واحده، انه التناسق يعني في نفس النغم، تحسي روحك في كل مكان موجوده هي نفسها. على فكره بدي اسالك سؤال، في بيوت بتدخلي عليها ما بعرف كيف شروق هيك بترتاحي، بتقولي هيك حسيت فيه روح. طبعا. وفي مرات بتفوتي على محلات بتحسيه بارد وجاف وناشف، هل هذا لكم دور فيه كمان؟ 100% طبعا، هذا اول، هذا بدخل في علم الطاقه نحكي. واو. وانت بتدخل بعلم الطاقه كثير. طبعا اكيد ندخل بعلم الطاقه اكيد، لانه انت في كل سبيس له 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 طاقه معينه، له الوان معينه، في عندك زوايا، في عندك أشكال معينة، يا بتدخل قلبك يا ما بتدخل قلبك، حتى لو كان المكان منسق ومرتب. شوف أحكي لك، إذا بدنا نرجع إحنا نعرف التصميم الداخلي. أوكي. بمفهومي أنا يعني نحكي هيك ببساطة. بالبساطة تاعتها. هو فن ممزوج بعلم النفس. اللي بيعطي المصمم نفسه أنه هو يقرأ أفكارك، ياخذ التصميم اللي بداخلك، ياخذ احاسيسك ومشاعرك، بجسدها وبترجمها لافكار، لمخططات، للوحات نابضه بافكارك باحاسيسك قابله للتنفيذ. اوكي. يعني اذا ما كان المصمم عنده القدره انه هو يفهمك ويتخيل ويبتكر، وبنفس الوقت هو بتخيل ويبتكر يكون عارف انه هو مثلا قادر ينفذ هذا الشيء، شيء ينفذ
طب أنا سؤالي لإلك شروق، مرات إذا بتقعدي مع شخص أو زبون، خلينا نحكي، أنا ما بحب أحكي زبون، لكن حدا جاي مثلا بده تصميم داخلي، إذا أنت ما ارتحتي أو ما في كيمياء بينك وبين الشخص اللي قدامك، هل بتكملي بهذا التصميم ولا بتقرري تنسحبي؟ هلا أنا عن شخصي، أنا لا، أنا بتقمص دائما الشخصية اللي قدام، ما في حدا إنه برتاح له أو ما برتاح له. هلا هي انه انت تتقمص اللي قدامك، انك انت تفهمي. لازم يكون في كيمستري هيك بينك وبينه، انه تشوفي ايش تقدري تشوفيه بطريقه شفافيه، بشفافيه اكثر. في ناس صعبين، يعني انا بقول الله يكون بعونكم بصراحه. مش طبعا اكيد في ناس صعبين، بس اذا كان هو مرتاح وقدرت انت تريحيه وتاخذي منه الديزاين ويكون سمبل بطريقه هيك، انه يحكي بطريقته، اهم شيء يكون واضح. صح، لانه العلاقه لازم بين المصمم والكلاينت انه لازم تكون على وضوح، لازم يكون في ثقه، بالاخر انت عم تحكي اشياء خاصه فيكي كمان، لازم يكون في خصوصيه بينك وبينه، وهو كمان المصمم انه يحفظ هاي الخصوصيه بينك وبينه. مزبوط. اخر شيء عم تدخلي انت العلاقه الاجتماعيه بينه، عم تدخلي عبيته، وانت عم تدخلي عبيته، عم بتشوفي طبيعه حياته، حتى بتكوني مطلع على احيانا على الحاله الماليه عنده، فبكون في خصوصيه بينك وبينه، فكثير في تقارب. فاذا كان في نديه او نحكي انه حدا شادد عن طرف ثاني، ما رح تمشي، ما رح يكون في ديزاين. فانت هون لما بتبلش انك انت مش مرتاح للديزاين، هون لازم تغيره من البدايه. صراحه شروق، اليوم هيك شفنا جانب انساني من مصممي الديكور، يمكن احنا ما بنعرفها او ما بنلمسها، لانه بالنهايه احنا بنشوف التصميم النهائي اللي موجود بالبيت، تقولي واو شو هالبيت حلو، واو شو مميز، بس ما بنفكر فيها بالطريقه اللي شرحتيها اليوم. فبدي اشكرك كثير، وهي نصيحه يعني من شروق ومني الصراحه، انه كل واحد فيكم لازم يخلي الاختصاص لصاحبه. فوجود مصمم ديكور ومصمم داخلي هو جزء لا يتجزأ من فكرة البيت ككل. شروق توفيق، شكرا جزيلا لوجودك معنا، بتمنى لك كل التوفيق كمان. أهلا وسهلا فيكي. ناخذ فاصل صغير ونكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا.